طالما كانت الكلاب الضالة مشكلة تؤرق الأحياء السكنية وخاصة تلك التي تعج بالمواطنين والأطفال، إلا أن جهود أمانة عمان الكبرى متمثلة بدائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان تحول دون انتشار تلك الظاهرة بجولات ميدانية يومية لضبط أكبر عدد ممكن من الكلاب الضالة. فبعد تقديم الشكاوى لدى أمانة عمان تتحرك الجهات المعنية للإمساك بالكلاب الضالة أو المملوكة بحسب القانون إما بالأدوات الخاصة أو باليد ليتم نقلها إلى مركز الرعاية الذي أسس عام 2011. تطبيق برنامج ABC المتمثل في السيطرة على تكاثر الكلاب الكنعانية عبر استئصال أعضائها التناسلية من شأنه أن يسهم في تقويم سلوك الكلاب وخاصة بعد إيوائها. معاناة لم تزل مستمرة للأهالي بغرندا جراء انتشار الكلاب الضالة والمسعورة بالقرب من منازلهم، فخلال أسبوع واحد تعرض أكثر من 7 أطفال وسيدة للعقر من هذه الكلاب التي لا تجد ملاذا لها سوى المناطق السكنية بغرندا وغيرها، مما شكل حالة من الخوف لدى الأطفال، فامتنعوا من الذهاب للمدارس هناك حذرا من تعرضهم لهذه الكلاب. بلدية بصيرة أشارت بأن قتل هذه الكلاب أصبح ممنوعا قانونيا، فيما تستمر حملاتها لإبعاد الكلاب قائمة دون جدوى، وأنها بصدد إنشاء حظائر لجمعها بعيدا عن المناطق السكنية. ويعاني العديد من المواطنين في مناطق مختلفة على مستوى المملكة من انتشار الكلاب الضالة التي باتت ظاهرة مقلقة ومهددة لحياتهم اليومية، رغم مناشداتهم المتكررة لإيجاد الحلول السريعة والناجحة. مشكلة قديمة حديثة تسبب مشاكل عديدة للمواطنين، ألا وهي انتشار الكلاب الضالة في مناطق عديدة على مستوى الأردن. هذه المشكلة تعتبر محورية للأشخاص الذاهبين إلى صلاة الفجر في ساعات الصباح الباكر، وللأطفال الذاهبين إلى مدارسهم، وهم لا يجدون حلا جذريا لذلك. انتشار الكلاب الضالة يثير مخاوف السكان. هذه الظاهرة باتت تهددهم وتقلق راحتهم خصوصا في الليل، ما يعرض حياة المواطنين وأطفالهم للخطر اليومي والمستمر منذ سنوات بلا حلول على أرض الواقع. يعني هي ظاهرة سيئة جدا، حتى أنها بتدخل على البيوت. يعني إحنا في بيتنا حوش كبير مثلا، بس بنطفوا الضويات أو بخفوا الضويات بدخلوا، عرفت علي كيف؟ والصبحيات نفس الشيء، حتى إحنا بنرافق أولادنا يعني باتجاه المدرسة الصبحيات. بؤر تكاثرها تنتشر في العديد من المناطق، والجهات المعنية لا تقوم بأداء واجباتها بالقضاء على الكلاب الضالة ومعالجة تبعات انتشارها، وهذا ما جاء على لسان بعض المواطنين. وهجموا على الأولاد، وأنا أكثر من مرة هجموا، واحد من الناس هجموا على أولادي وهجموا على أولاد جيراني وهجموا، وأكثر من مرة طلعت أنا فازع من الدار أصوت الأولاد منهم، وصاروا يمشوا معنا في حياتنا اليومية. يعني وأنت ماشي يمشوا معك، يعني أنا الساعة الصبحية طالع الدوام بلاقيهم ماشيين معي. يعني صار عددها بشكل رهيب خاصة داخل المناطق السكنية، يعني أعداد تقارب من 100 و150 كلب، وما في أي حدا له سلطة على هذا الموضوع نهائيا، ما حدا بيعترف عليك فيه نهائيا. يعني أنا أطفالي عندي 3 تقريبا كانوا راح تعرضوا للعقر من هاي الكلاب، وجيران إلي برضو 2 نفس الشغلة. مشاكل صحية وبيئية ونفسية تنتج عن تزايد انتشار الكلاب الضالة، حتى إن بعضها أصبحت تلازم أبواب منازل المواطنين. وينضم إلينا في هذا الملف الدكتور حازم العدينات رئيس بلدية الطفيلة، وأيضا ينضم إلينا رئيس بلدية السرحان السيد علي السرحان. أهلا بكما معي. أبدأ من لديك دكتور حازم، كيف من الممكن أن تصف لنا وضع الطفيلة والقرى حتى المجاورة لها من معاناة الكلاب الضالة؟ نعم، شكرا لك، شكرا لكل المستمعين والمشاهدين. حقيقة أنه مشكلة الكلاب الضالة هي مشكلة قديمة جديدة، لكن ما يلاحظ أنه في محافظة الطفيلة في الآونة الأخيرة ازداد أعداد هذه الكلاب، حتى بتنا نجدها في كل مكان، سواء في الأحياء السكنية، في المناطق القريبة، المناطق البعيدة، وكما تفضل أحد الأخوة أنه أصبحت تلازم الأشخاص في مسيرهم في ذهابهم وإيابهم. حقيقة هذه المشكلة يعني من 6 شهور وحتى هذا اليوم شعرنا في محافظة طفيلة بأنه هناك مشكلة حقيقية. الآن يعني الدور التقليدي الذي كانت تقوم به البلديات حقيقة هي مكافحة هذه الكلاب الضالة، طبعا كانت يتم التعامل معها وفق
يعني الطرق التقليدية، إما بإطلاق النار عليها أو بعملية تسميمها. كما تعلم الآن هناك في اتفاقيات دولية معنية بالرفق بالحيوان، هي قيدت أعمال البلدية في هذا المجال، فأصبحت هذه الطرق البدائية غير متداولة. الآن ما هو مطروح كحل لهذه المشكلة هو أن يكون في هناك مركز إيواء. أنا اليوم حقيقة كنت عند عطوفة المحافظ وتحدثنا في هذا الموضوع، وكان في هناك اتفاق أن يكون في لقاء رؤساء البلديات مع المحافظ لإيجاد مركز إيوائي لهذه الكلاب الضالة، بحيث يتم التعامل معها وفق الأصول الطبية، بحيث يعني أنه يتم إجراء عمليات للذكور بحيث يتم منع الإخصاب. لأنه إذا جمعنا هذه الأعداد الكبيرة من الكلاب في مراكز إيواء وتركناها عملية الإخصاب، رايح الأرقام هذه تتضاعف، وهذا يتطلب أيضا مسؤوليات، لأنه إيواء الكلاب يعني يتطلب أيضا نفقات مالية. الآن يعني ما يقلق في الموضوع حقيقة في الطفيلة أنه الفحوصات التي ظهرت على هذه الكلاب هي فحوصات إيجابية، بمعنى أن هذه الكلاب مصابة بالسعار، وهذا يدق ناقوس الخطر ويستدعي منا. هذا ما كنت أريد التحدث عنه. قبل مدة مراسل المملكة ليث السوالقة أعد تقريرا في محافظة الطفيلة عن الكلاب الضالة وتعرض أطفال ويعني عامة الناس للعقر من الكلاب المسعورة نتيجة الطفلين اللذين عقرا في الطفيلة وظهرا في التقرير. أحدهما ظهرت نتيجته قبل قليل بتأكيد من مراسل المملكة بإصابته بالسعار، إذا ما صح تعبير السعار. بالتالي الخطر ليس فقط موجودا في تكاثرهم، بل بإيجابية هذه الكلاب لدى مرض السعار، وبالتالي هذا شكل أكبر من الخطورة يقع على الأهالي ويقع على المواطنين. ألا يوجد الآن أي حل من الممكن أن يتم العمل به إلى حين إنشاء هذا المركز الذي تتحدث عنه وبالتعاون مع مجلس محافظة الطفيلة؟ يعني حقيقة يعني إيش الحلول؟ لا نستطيع نحن مقيدين من عملية قتلها أو تسميمها. يبقى الخيار أمامنا، إما أنه يكون في هناك يعني أشخاص من موظفي البلدية راجلة يعني يتحركوا مساء بحيث يعني يمنعوا تجمعها على الأقل، لكننا نحن مقيدين. يعني حقيقة لما نتحدث عن اتفاقيات دولية والأردن جزء منها، لا نستطيع التعامل إلا وفق هذا الحل. لا يوجد. طيب بدي انتقل لبلديه السرحان ومن هناك بس لو تكرمت نقطه، يعني هي ما نحتاج الان هو ان يكون في هناك دعم لهذا الموضوع. نحن نطلب يعني الدعم من المفروض ان تحشد له البلديه، لانها تعلم تماما اهميه وضرر هذا الموضوع على المواطنين، وهذه مسؤوليه البلديه في حشد الدعم، ليس فقط يعني التعاون مع مجلس المحافظه او ان يكون هناك جهه هي التي من الممكن أن تتصرف بذلك إذا لم تصل لها الصورة. اسمح لي أن أنتقل إلى المفرق ومن هناك رئيس بلدية السرحان علي السرحان، أهلا بك معنا من جديد في بعد الخبر. نتحدث عن السبب الرئيسي في وجود هذه الكلاب الضالة بهذا العدد الكبير في بلدية السرحان. أهلا وسهلا فيكم ستي. أول شيء بالتلفزيون المملكة الذي يأتي في كل جديد وقضايا تهب المجتمع المحلي الأردني، وهذه الليلة هي عن كلاب الضالة التي انتشرت في ربوع بلدية السرحان، وأغلب هذه الكلاب الضالة التي تأتينا من القطر السوري، كون بلدية السرحان ملاصقة للحاجز الأمني السوري حوالي 40 كيلو على الواجهة السورية، وليس للبلدية أي وسيلة لدينا لمكافحة هذه الظاهرة المنتشرة. وجود هذه الكلاب الضالة فيها خطر على الأطفال والنساء وكبار السن، ومن خلال قناة المملكة أدعو جمعية الرفق بالحيوان الحضور لبلدية السرحان لجميع هذه الكلاب الضالة المنتشرة بشكل كبير، لأن البلدية مقيدة حسب التعليمات والأوامر المساس بهذا الحيوانات، ويمنع علينا مكافحة هذه الكلاب الضالة، وأصبحنا في حيرة يا ستي وإحراج أمام المواطن. ماذا نقول له عندما يتساءل ويشكو لنا عن هذه الظاهرة التي تارق المواطن يوميا؟ طيب أنت أتيت على ذكر جمعية الرفق بالحيوان،
تواصلتم معهم؟ هل هناك من أي ردود لديهم؟ هل هناك حتى تعامل لربما مع مجلس المحافظة؟ ما هي حدود البلدية أيضا في التعامل مع الكلاب؟ ليس من المعقول أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الظاهرة. يا ستي أنا تواصلت معهم مع الجمعيات هاي، فقالوا إحنا راح نزوركم ونعمل زريبة لهذه الظاهرة، ولكن والله ما حد جانا لغاية الآن. وليس هناك من خيار، أمام نسوي دعوة جمعية رفق بالحيوان بصفة الجهة المسؤولة عن هذا الحالة. كذلك أدعو المواطنين أن يساهموا في مكافحة هذه الكلاب، لأن المواطن يساهم في تربية الكلاب الضالة، لأنه إحنا تعرف في منطقة ريفية رب الأغنام، عندنا حوالي في بلدية سرعان حوالي 50,000 رأس غنم، والمواطن يربي هذه الكلاب الضارة وتجينا من قدر السور، والمواطن يساهم فيها. ويعني أدعي المواطنين بعد كذلك المواطنين، ولكن الكلاب الضالة عنيفة، مربو الحيوانات ومربو المواشي يتعاملون مع كلاب أليفة إلى حد ما، ولا تؤذي لا الماشي ولا تؤذي الناس. الكلاب الضالة موضوع يعني منفصل لربما بشكل أو بآخر. هل هناك من كوادر من الممكن أن توظفها البلدية لعلى الأقل يعني تفريق الكلاب الضالة، إبعادها عن مناطق السكان، أو حتى والآن نحن في يعني فترة المدارس ونتحدث عن الفترة الصباحية تحديدا؟ نعم تفضل يا ستي. فترة الصباحية فترة يعني الطلاب يذهبوا إلى المدارس في فترة يعني ما فيها طلوع شمس، وهذا خطر على أطفال خاصة طلاب المدارس. وإحنا في مناطق ريفية، يعني تعرف في مناطق ريفية يعني المواطن يمتازها أو الطفل يمتازها في المدرسة اللي يعني يلقى حوالي 20 كلب بالشارع رئيسي، وهذا خطر على الأطفال بالذات الأطفال صغار السن، الأطفال اللي عمره 6 سنوات. كيف طيب نحن متفقون على أنه خطر، متفقون على أنه خطر، ولكن ألا يوجد على الأقل توظيف لكوادر معينة بسبيل إبعادها؟ اتفقنا مع وزارة الإدارة المحلية على أن يجمعوا كل بلديتين بيعملوا زريبة وسير يعني، وكان في تجربة عندنا في بلدية الخالدية سووا زريبة وسووا عيادة بيطرية لهذا الموضوع، ويريد تطبق على جميع البلديات المملكة، يعني كل بلديتين بيصير لها زريبة. شو اللي بمنع بلدية السرحان من أن تطبقها؟ يا ريت. أنا وأدعو من هذه القناة الطيبة المباركة، أدعو وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان والمتطوعين لحل هذه المشكلة بوضع مكان معين لهذه الحيوانات الضارة وتجميعها وحل مشكلة هذه الحيوانات التي تضر المواطن وهي مسوتنا عرق. يعني احنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بالبلدية تجينا شكوى، واحنا مقيدين يعني مش شو نسوي للمواطن. يقولوا يعني شو يعني حتى التصميم اللي كنا نعمله قبل في البلديات السابقة في الدورات السابقة ما جاب نتيجة يا ستي، والله ما جاب نتيجة. طيب التسميم من ضمن صلاحيات البلدية نعم أو لا؟ لا كان سابق رسم ممنوع. طيب بدي أنتقل لدكتور حازم، أفضل الحلول للتخلص الآن من الكلاب الضالة ما هي؟ هل كان لكم تواصل أيضا مع جمعية الرفق بالحيوان؟ إحنا إن شاء الله عندنا الإمكانيات وسنعمل على هذا الموضوع. غدا بإذن الله راح يكون في اجتماع مع رؤساء البلديات مع المحافظ، غدا سيتم اختيار المكان ودعم هذا المشروع من خلال مخصصات من البلديات الأربعة في محافظة طفيلة. سنعمل بقوة لأنه إحنا في النهاية سلامة مواطننا هي بالدرجة الأولى. إحنا طبعا كما تعلم إحنا رؤساء بلديات يعني 5 شهور يعني لازلنا في بعض لا يعرف بعض المكاتب في البلدية، لكن هذا الآن مشكلة مؤرقة يجب أن يكون لها حل. يعني بالطفيل الإصابات اللي كانت مع الأطفال شيء مؤلم ومحزن، يعني يضعنا أمام مسؤولياتنا. أنا أعد كل أبناء الطفيلة أنه رايح خلال الأيام القادمة يكون في هناك حل، هو الحل المتعارف عليه دوليا من خلال إيجاد مركز إيواء لهذه الكلاب ويتم التعامل معها طبيا. سيكون بدعم من البلدية أم من مجلس المحافظة؟ ستي احنا انا عضو في مجلس المحافظه، اذا استطعنا ان يعني نحصل على هذا الدعم فكان به، ولكن احنا عندنا الامكانيات البلديات انه نجمع هذا المبلغ وسنعمل باذن الله خلال الايام وسيرى ابناء الطفيل ان شاء الله. اشكر وجودك معنا دكتور حازم العدينات رئيس بلديه الطفيله، وكنت معنا ايضا رئيس بلديه السرحان علي السرحان، شكرا جزيلا لكما.